يا اهلا بيكم مره ثانيه. طبعا منتخب مصر قدم بالفعل اولى مبارياته مع كيروش، ونقدر نقول انها كانت مباراه يعني الى حد ما مرضيه. انا بتكلم فيما يتعلق بالاداء، وطبعا اتحقق من خلال هذا الاداء الفوز في المباراه الاولى على ليبيا وتصدر المجموعه الافريقيه. لكن ده مش معناه انه كله تمام، اكيد برضو لينا شيء من الملاحظات، شيء من التحفظات، وكمان عايزين نتكلم عن اللي جاي هيكون عامل ازاي. كل دي تفاصيل هنتكلم فيها من خلال ضيفنا اللي مشرفنا في حلقتنا النهارده، الناقد الرياضي الاستاذ سامي عبد الفتاح. صباح الفل يا فندم، اهلا بيك. مسيو سامي، صباح الفل. انا عايز ابدا من النقطه اللي البعض كان بيتكلم عليها مع كيروش، بيقول هم يعني هو ليه اعتمد على يعني محترفين برضو اكتر ما اعتمد على المحليين؟ هل دي ثقافه يعني؟ جبت مربط. احنا نقفل الحلقه بقى. يعني لاحظ ان الدوريات الاوروبيه انتهت وبدات في موسمها الجديد قبل نهايه الموسم المصري، فدي نقطه مهمه جدا. يعني كان يعني الاهلي دفع ثمن كبير جدا في انه خسر يعني بطوله او بطولتين في بسبب الاجهاد اللي كان والموسم الطويل المستمر. فاللعيبه المحترفه في اوروبا خدت نفسها وكان وقدرت يعني تبدا موسم جديد، ودي نقطه مهمه جدا من الناحيه البدنيه ومن الناحيه النفسيه. فطبعا هم كانوا اجهز وطبيعي يبقى انا عندي ثروه ما اعتمدش عليها. صحيح. ثروه محترفين. صحيح. مميزين جدا، يعني بقياده كابتن محمد صلاح والنني ومصطفى محمد مرموش اللي كان مفاجاه المباراه الحقيقه. فيعني لدرجة ان يعني انا كتبت كده مقال مسكوا صلاح وسابوا مرموش بهدلهم يعني الحقيقة، واسعدنا كتير بالهدف اللي جابه. يعني بمناسبة صلاح، ساعات بنسمع تعليقات من عينة هو صلاح مش هو صلاح لما بيكون مع المنتخب بقدر ما هو صلاح مع ليفربول. تعليق حضرتك ايه؟ طبيعي، يعني صلاح مع ليفربول فرقة جبارة، بطل دوري انجليزي و سنة الموسم الماضي، وبينافس على بطولة أوروبا بقوة جدا، وكلهم نجوم محترفين عاليين مستوى جدا على الفرازة يعني. فبيجي طبعا يعني هو بيلعب معاهم على طول، فدي نقطة مهمة، تجانس مهمة جدا. أما بيجي منتخب مصر كل العيون عليهم، بيبقى عليه مراقبة سمائية وثلاثية يعني على محمد صلاح، وكذلك في مبارياته مع ليفربول. وانا شايف انه الضغط عليه في ماتش ليبيا كان مفيد، ان هو واحد زي مرموش ظهر وهم يعني مسكوا صلاح وسابوا مرموش عمل كل حاجه. صحيح، اتحرك براحته جدا وجاب جون جميل واثبت نفسه من اول مباراه. فطبعا دي يعني طبيعي جدا ان صلاح ما يكونش، مش هقول هو مقصر ولا حاجه، لا استحاله ان هو يكون مقصر، وهو كابتن الفريق وعارف قد ايه الناس متعلقه بوجوده في الملعب. فالتكتيك اللي بيتعمل في الملعب هو اللي بيخلي صلاح حركته صعبه شويه. طب دي فرصه للاخرين ان هم يجيدوا ويتالقوا ويهدفوا وكل حاجه. فطبعا يعني هي كذا حركه ذكيه جدا من كيروش انه حط صلاح وفاجئنا بمرموش يعني، فكانت يعني دي مفاجاه ساره واللي اسعدتنا بهدف قاتل يعني ومهم جدا. صحيح. يعني خرجنا من العقده اللي احنا كنا فيها او عنق الزجاج اللي كنا فيه. فطبعا يعني ما حدش يلوم صلاح، الراجل بيبذل اقصى مجهود، بس طبعا قدامه سدود وحواجز وتحديات، يعني كله بيلعب على صلاح. الذكاء بقى ان احنا نخرج امكانيات الفريق في جبهات اخرى يعني. ربما ده اللي ممكن يكون هيعتمد عليه برضو المنتخب الليبي غدا، لان كانت المباراه الاولى ربما هي كده محاوله لفهم الاخر، لكن بكره احنا لسه مش عارفين. بس من وجهه نظر حضرتك استاذ سامي، هتشوف ازاي المواجهه بكره، خصوصا ان برضو المنتخب الليبي مش منتخب سهل زي ما البعض بيتكلم؟ لا، عندهم طبعا احنا نجحنا ان احنا نحط المنتخب الليبي تحت ضغط. احنا دلوقتي 7 نقط، منتخب الليبي 6 نقط، المباراه في ملعبهم صحيح ممكن يكون حاضرها جماهيرها هتبقى نقطه ضاغطه جدا على منتخبنا. بس لازم نكون يعني زي ما بنقول لازم نطلع العفريت من العلبه. يعني ايه بقى؟ يعني نطلع كل امكانياتنا ومفاجاتنا، واذا كان
كيروش فاجئنا بمرموش في المباراه دي. لازم يفاجئنا بحاجه ثانيه، مش لازم لاعب معين او اسم معين طريقه بالظبط، او ممكن يحصل سيناريو عكسي يعني يمسكوا مرموش فصلاح يهدف. لا هتمسك مرموش كده كل ماتش بقى، خطه تسويها جامده جدا. لازم يكون في يعني هجوم اقتراب من الخلف احسن ايجابيه واكثر ايجابيه. عبد الله سعيد، سليه، يعني العناصر دي لازم يكون لها تواجد. مرموش جاب الجون ازاي؟ بتسديده يعني ذكيه جدا، دي نادره جدا بقت في ملاعبنا للاسف الشديد مع التكتلات الدفاعيه. عايز لعيب عنده شخصيه عنده لعيب عنده ثقه وشخصيه وقادر ان هو يعني يكون عنده طمع في الكوره ان هو وطموح، لان التكتلات الدفاعيه دي مش هتفيد. انا ما اتوقعش ان بكره كلمنتي اللي هو مدير فني ليبيا هيلعب مدافع، ولكن لان طبعا هو في موقف حرج دلوقتي، اي نقطه ضايعه منه لصالح منتخب مصر ان شاء الله. فيعني المواجهه هتكون صعبه جدا على الفريقين، بس لازم دور اللعيبه اكثر من دور المدير الفني ان هم يستهدفوا الثلاث نقاط على الاقل، ما كانش يبقى نقطه واحده، لان طبعا في كمان منتخب انجولا دخل في السبق، خلي بالك يعني وصل لثلاث نقط وهيلعب انجولا، هيلعب الجابون، ممكن يوصل لست نقط يبقى الدنيا هتتعقد. فلازم احنا مواجهه برغازي بكره لازم نخرج منها بحاجه، على الاقل نقطه على الاقل. بس طبعا لو فكرنا ان احنا نلعب مدافعين بدون ذكاء هجومي، يعني لازم أأمن طبعا نص ملعبنا، وفي نفس الوقت لازم استهدف هدف او اثنين لازم. فده نقطه مهمه جدا، اتمنى ان يعني كروش يفاجئنا بفكر تكتيكي جديد مختلف عن المباراه اللي كانت هنا، يقدر يباغت فيها المنتخب الليبي الشقيق. ويعني هو ما عندوش غير انه يهاجم، المنتخب الليبي ما عندوش غير انه يهاجم، لان حتى لو لعب على خد نقطه مش هتفيده كتير. احنا برضه لازم انه هيهاجم وهيتخلى عن حرصه الدفاع اللي كان موجود في استاد برج العرب، ده هيخلينا فرصه اكبر ان اكثر من عنصر يظهر في الشق الهجومي بفاعليه، يعني ويتعلموا حاجه من مرموش اللي هو اصغرهم سنا، ويعني يكون اكثر جرأه على المرمى بدون تعقيد، ما يلعبوش بتعقيد. وان شاء الله هنشوف كابتن صلاح بحاله مختلفه ومميزه ان شاء الله. حلو جدا. انا ممكن انتقل بقى للمنتخب الاولمبي يعني ومعلش يعني الموضوع بقى له كام يوم، بس نحب نعرف وجهه نظر حضرتك، لان الموضوع حصل فيه يعني جدال كبير جدا واراء مختلفه. اختيار كابتن شوقي غريب مره اخرى، البعض وصفه بان هو اعاده تجديد ثقه ما كانش اصلا حد مشاه، والبعض الاخر هي بتضحك قبل ما نجاوب والبعض الاخر راى ان يعني ايه الاختيار الغريب ده يعني، فخليني اعرف حضرتك. طب احنا مين اللي بينتقد الحاله دي؟ الجمهور، النقاد، اكثر العناصر من اللعيبه القدامى اللي ما خدوش. حصل برضه اكتر لان عناصر من اللعيبه القدامى اللي مش لاقيين الفرصه ان هم يمسكوا فرقه درجه ثانيه حتى. فطبعا انتقاد شوقي غريب، طبعا شوقي غريب انا يعني رايي الشخصي ان هو يعني وصل بمنتخب مصر الاولمبياد السابق في طوكيو، لعب ماتشات قويه جدا يعني مع منتخبات قويه الارجنتين واسبانيا، يعني هو طبعا كنا نتمنى ان هو ينافس، كان قريب جدا من الميداليه، اقول له انه خسر قدام البرازيل والبرازيل خدت الميداليه الذهبيه. فيعني شوقي غريب فكره قريب من فكر كابتن المنتخبات، يعني كابتن الجوهره رحمه الله عليه كان منتخب اكثر منه انديه، كابتن حسن الشحاته ربنا يديله الصحه مدرب منتخب اكثر منه مدرب انديه، كابتن شوقي غريب من النوعيه دي. يعني ده يعني ليه نقطع السلسال ده والخبرات دي، والا اذا كنا هنجيب واحد بقى اجنبي واو يعني ويقدر يشيل الدنيا طبعا. حضرتك شايف انه كان اختيار موفق او يعني تجديد ثقه سليم؟ استمرار طبيعي لمدرب يعني الى حد كبير نجح في مهامه مع المنتخبات. تمام. يعني هو شوقي غريب
رصيده في الانديه مش قد كده يعني الحقيقه يعني. فلما مع المنتخبات بيركز اكتر ويقدر يشتغل، وهو اتعلم من جوار وكابتن حسن شحاته يعني اتعلم كتير. واما الانتقادات دي فاحنا متعودين عليها يعني، متعودين عليها يعني، مفيش حاجه بتعجبنا ومفيش حاجه على طول يعني. وقت توقيت الهجوم على شوقي غريب فهو في نفس الوقت توقيت الاستعداد منتخبنا الاولمبي منتخبنا الوطني لليبيا يعني، كان يعني تجاهل غريب قوي للحاله الوطنيه او المصريه في الوطن. احنا عموما في كلامنا مع حضرتك في اللقاء ده هتلاقينا بنتنقل كده بين المنتخب الوطني والمنتخب الاولمبي والاهلي طبعا، وخصوصا ان احنا على مشارف دور ال 32 والحرس الوطني بطل النيجر في منتصف اكتوبر اللي جاي ان شاء الله. بس هستاذنك نطلع فاصل ونرجع نبتدي بقى كلامنا عن النادي الاهلي. يا اهلا بكل حضراتكم عوده من جديد لضيفنا اللي منورنا في حلقتنا النهارده الناقد الرياضي الاستاذ سامي عبد الفتاح. ووقفنا معاه في الكلام عند تفصيله دور ال 32 من البطوله الافريقيه وبطل النيجر اللي ان شاء الله هنواجهه في منتصف اكتوبر. توقعات حضرتك ايه؟ وهل موسيماني عموما في الفتره دي بصفه خاصه محتاج يعيد تاهيل اللاعبين نفسيا بحيث ان هو ينسيهم سواء انجازات الماضي او حتى اخفاقاته، لان احنا داخلين على مرحله جديده؟ اسمح لي بس اتقدم بالتهنئه بمناسبه ذكر اسم النادي الاهلي العظيم اللي فريقنا كره السله على فوزه ببطوله العربيه، وده انجاز يعني يحسب للفريق والمجلس الاداره بقياده الكابتن محمود الخطيب، فيعني وليها طعم خاص يعني. صحيح. يعني غير الكوره يعني، طبعا كلنا بنحب الكوره بس طبعا بطوله عربيه كره السله شيء جميل. بالنسبه لسؤال حضرتك يعني لازم اللي فات كله اتحط ورا ظهرنا يعني، في حاجات حلوه في حاجات مش لذيذه، فطبعا موسيماني لازم يكون مدرك هذه النقطه واللاعبين ايضا يعني. يعني يعني فرقه الاهلي مع فوزها ببطوله دوري الابطال والمره الثانيه على التوالي والنجمه العشره برضه ودعوا الموسم يعني، الجماهير زعلانه منهم شويه. دي نقطه يعني لازم هم حاسينها، وكل لازم يستهل الموسم بقوه الموسم الافريقي يعني. طبعا يعني طبعا هو يوم الماتش يوم 16، فطبعا بطل النيجر مش هنستهين ان هو فريق في الدرجه الدور 32 وان هو فريق يكاد يكون مش معروف اسمه كتير، فيعني لازم يكون في قوه من البدايه، لان انا بطل نادي فرقه النادي الاهلي فرقه بطل. طب. بيدافع عن لقبه، ولازم نستهدف من يوم ده يوم 16 اكتوبر النجمه العاشر ال 11 ان شاء الله. فيعني الاستهانه باي حاجه يعني هيبقى شيء في مغامره مش كويسه. والفرقه خدت نفسها شويه الحمد لله، ودي كانت نقطه مطلوبه لحد كبير في الفتره اللي فاتت. اللعيبه يعني نجومنا اللي جوه المنتخب او بره المنتخب يعني استطاعوا ان هم في الفتره الاخيره التقاط الانفاس عشان يستهلوا الموسم الجديد، ونرجع من افريقيا هنخش على ايه على الدوري على طول يعني. فطبعا لازم يكون ظهور قوي جدا. واتوقع ان يعني الاهلي هيعمل نتيجه ايجابيه جدا في النيجر، وبالتالي في القاهره ان شاء الله في مباراه العوده تمهيدا لدخول دوري المجموعات. يعني البطوله المره دي مش هتكون سهله يعني اكيد، لان توالي البطولات المسابقات على الاهلي واستهدافها ان جماهير الاهلي لا تقبل غير تحقيق البطولات يكون حمل على اللاعبين، بس الحمد لله اداره الاهلي دعمت الفريق بعناصر عديده هتدي حيويه ويعني شباب من جديد ودماء جديده في الفريق. نتمنى ان يكون الجماعه في حاله تسابق للاجاده والتالق ان شاء الله. اروح بقى للسؤال برضو استاذ سامي، وعايز اعرف من حضرتك مين اكتر الصفقات اللي شايف ان هي يعني الجمهور هينتظر منهم الكثير؟ هل بنتكلم سواء انا طبعا بتكلم عن معارين او صفقات جديده زي مثلا المعارين اللي رجعوا لنا احمد عبد القادر، مين اكتر حد من وجهه نظر حضرتك شفته ممكن فعلا يعني يتالق جدا مع النادي الاهلي في الفتره القادمه؟
زي ما صراحة يعني بداية عبد القادر ظهر في زور واحد بس بس أنا شايفه إيجابي جدا وفعال، وفي أكثر من لاعب آخرين، بس أنا يعني إدارة الكورة في الأهلي أو إدارة النادي الأهلي بصفة عامة حريصة إن ما يحصلش خلل، يعني ما شفنا إصرار على تجديد العقود النجوم الكبار اللي في الفرقة زي السولية ومعلول، وفي نفس الوقت استخدام عناصر كانت معارة خارج تقدر تفيد الفرقة. فطبعا أنا شايف إن الموسم جه هيكون له طعم آخر، يعني يعني شفنا حالة الإيجاد اللي كانت على بعض العناصر زي قفشة على نسبة 80% من اللعيبة بصراحة، ويمكن ده السبب وراء عدم اختيار كيراش لبعض اللعيبة، الإجهاد المستمر لبعض اللعيبة، يعني النقطة دي ترجع له يعني. النقطة دي طبعا هي أنا معاك فيها، يعني أنا مش يعني كمدير منتخب مصر مش عايز لعيب مجهد ازيد عليه الاجهاد ممكن يتعور، وربما ده لمصلحه اصلا قفشه وشريف، يعني نختلف او نتفق شايفين ان هم فعلا كان مكانهم في المنتخب ودي حقيقه، ولكن ربما ده لمصلحتهم في النهايه. يعني طبعا الاهلي في حاله استنفار لكل عناصره في الموسم الجديد صحيح، وده يعني شيء ايجابي. يعني انا النهارده عندي في كل مركز 3 و4 موجودين في حاله تسابق وفي حاله تنافس صحيح، وده هيدي موسيماني يعني اوراق جديده وكثيره للاختيار والمناوره في كل مباراه عن الاخرى. يعني المناوره دي يعني خصوصا مع فرق البطولات بتبقى مهمه جدا، يعني مش لازم ابقى كل يعني ليا فيس واحد بشكل واحد في كل مباراه، لا لازم اظهر بشكل مفاجاه زي مرموش كده ما ظهر مع منتخب مصر عمل الفارق. فطبعا امتى استغل العناصر الجديده دي ما استعجلش عليها، كمان مش مهم استعجل عليها لان التجانس مطلوب والمغامره مطلوبه بس مغامره محسوبه، فدي نقطه مهمه جدا. انا شايف ان كل الصفقات اللي سعى عليها النادي الاهلي اداره النادي الاهلي في الفتره الموسم الفتره الصيفيه صفقات ايجابيه جدا وهتفيد الفرقه الى حد كبير مع عوده المعارين اللي يعني، وطبعا كمان تحياتي للي ادوا في النادي الاهلي وخدوا اعاره او خدوا انتقالات لانهم ادوا النادي الاهلي باخلاص، ودي برضه سمه كل لعيبه النادي الاهلي دائما. يعني احنا اتفقنا مع حضرتك ان احنا هتلاقينا بننتقل ما بين المنتخبات الوطني والاولمبي والنادي الاهلي. عوده لكيروش والحقيقه كان ليه اكتر من تصريح في الفتره الاخيره، ابتداها بتصريح متعلق بالمباراه الاولى اللي هي اتلعبت خلاص، قال ما معناه ان يعني ايه بالبلدي كده ربنا يسهل، طب ما معناها يعني تمام. خلص الماتش الاولاني طلع بتصريح متعلق بالمباراه الثانيه قال لك ما معناه ان الفوز على المنتخب الليبي مرتين متتاليتين امر صعب جدا. صعب جدا. هنا الناس اتقسمت نصين، نص اولاني بيقول ما معناه امال انت جاي تعمل ايه هندسه، والنص الثاني بيقول ده تصريح في منتهى الخبث والمكر منه. حضرتك شايف ايه؟ انت كده فضحت شايف الهندسه. ما انا بقول لك هو طبعا هو راجل مخضرم وله في رصيده 4 مونديال، فيعني انا يعني هو طبعا وهو مستلم منتخب مصر يعني الصوره حواليه مهزوزه، فلازم برضه ما يضغطش عليه يعني لحد كتير، ف يعني انما هو في ربما في اوضه اللبس او في غرف المحاضرات له كلام تاني، هو الاعلام له كلام وفي غرف المحاضرات له كلام، لان طبعا يعني لازم يعني يودي الناس ويجيبها. هو برتغالي يعني البرتغاليين دول معروفين يعني زي الايطاليين كده منورين يعني شويه وشاطرين في الكلام، فمحدش هيضحك عليه يعني اذا كان هو يعني هو ما اشادش بشده بالمباراه الاولى اللي فزنا بيها 3-1-0، فطبعا كان واقعي في عدم الاشاده، انما طبعا هو يعني ربما بينايم الاخرين. وكليمنتي عمل كده برضه على فكره، كليمنتي مدرب منتخب ليبيا قال احنا واجهنا منتخب كبير جدا وامكانياته فارقه عننا، وهو يعني ربما مبيت لنا نوايا عنيفه في الجد او مختلفه
في لان بعض اوراقه ما لعبتش في الماتش الاولاني، ربما هو يعني مجهز لنا بعض المفاجآت في الماتش الجاي ان شاء الله. فانا شايف ان هو يعني كيروش يعني بيتعامل بذكاء جدا، مش هقول بخبص ولا حاجه، بذكاء مع الواقع، مع واقع الامر، ان مباراتين معقدتين، واحده عدينا منها بسلام والثانيه مطلوب ان هو يعني يعد منها ايضا بسلام. بسلام ازاي؟ ربما نقطه هتبقى مرضيه، بس انا جماهيرنا كلها وانا شخصيا اطمح ان انا يكون الثلاث نقاط. انا شفت المنتخب الليبي يعني في فارق بدني وفني وتكتيكي بينه وبين منتخب مصر، لازم نستغل الفارق ده، ومش لازم نقول ان احنا هنفوز وبتاع، لا لا لا، يعني ادي المنافس او فريق منافس في ليبيا حقه ان هو يتصور ان هو هيلعب علينا، واحنا لازم نلعب عليه ان شاء الله. طب احنا لسه طبعا ملفاتنا فيها كلام كتير، بس هستسمح حضرتك برضو فاصل سريع جدا وهنرجع نكمل حضرتك. حديثنا مستمر مع الأستاذ سامي، وخلينا نروح مع حضرتك دلوقتي للأهلي مرة تانية، لأن أنا عايزة أسأل سؤال خاص بالجماهير. الجماهير خلاص ما بقتش متقبلة أي خسارة تانية، يعني بنتكلم بقى عن كاس مصر مفيش أوبشن إن أنا ما حصلش عليه، فده ضغط برضو أكيد على موسيماني، بس ضغط مقبول بصراحة، لأن الجمهور من حقها إن هي يعني تحصد البطولات اللي هي متعودة عليها. صح. فخليني أعرف برضو وجهة نظر حضرتك ده في القادم، من وجهة نظر موسيماني ده هيعالجه إزاي؟ أكيد موسيماني اتعلم في مصر مع النادي الأهلي ان هو يعني قدام مع فريق ما بيقبلش يعني التنازل عن البطولات، يعني ربما لو هو طبعا هو جاي من صن داونز، فريق كبير جدا في جنوب افريقيا، بس تاريخه وحصاده مش بحجم الاهلي. يعني موسيماني اتعلم حاجه هنا، يعني هو بيعترف بيها، يعني ان هو يعلم جيدا، وبيقولها لصحاف جنوب افريقيا كتير، يعلم جيدا ان هو قدام جماهير لا تقبل التنازل عن البطولات. صحيح. وان هي على طول البطوله تلو البطوله، وهو يعني واداره النادي الاهلي متجاوبه مع الواقع ده، يعني هو مش سايباه يعني كده في الهواء طرزان، يعني لا، بتدعم الفرقه دائما في حاله مراجعه. كابتن خطيب يكاد يكون يعني لا ما بيقفلش الملف ده خالص، وملف كره القدم في النادي الاهلي على طول فاتحه وبيجدد فيه مع لجنه التخطيط، فيعني ده بيخلي فرقه النادي الاهلي مستنفره في حاله استنفار دائم يعني. واكيد موسيماني ادرك، مش محتاج بقى حد يفهمه تاني يعني. يعني خلاص بقى كان في سنه اولى نادي الاهلي، بقى في سنه ثانيه نادي الاهلي، يعني اصبح يعني انا بتفق مع حضرتك، ولكن انا هاخد من كلام موسيماني تحديدا اللي هو كان تحدث قبل كده في اللقاء، وحتى كان في لقاء معانا يعني في مره سابقه يوم الحفل بتاع العشرة، هو اتكلم قال انا يعني جبت اكتر من 3 تقريبا بطولات للنادي الاهلي وانا في 9 شهور، فده انجاز كبير، وفي نفس الوقت انا مضغوط، فمش عايزين ان احنا عشان الدوري مثلا راح، او بنتكلم بعض البطولات الغاليه على النادي الاهلي وعلى جماهير النادي الاهلي ان هي راحت، بس انا برضو بني ادم في الاخر، ودول بني ادمين مش مكان. يعني هو كان حريص جدا على النقاط دي. كلنا مقدرين الحاله دي، يعني اذا كان في صبر المصري مثلا راح من النادي الاهلي، يعني انما في انجازات حققت، يعني الدوري الثلاثيه طبعا والدوري راح، يعني انما ما كناش بعيدين عنه، يعني هي وراح في الايه، في الخطوات الاخيره يعني. ما بالظبط يعني بالزبط. في الحاله بقى يعني الحاله البدنيه والنفسيه والمعنويه كانت متراجعه جدا، وده هم صحيح هو بني ادم، هم بني ادمين، يعني هم ال 11 لعيب في الملعب دول مش مكن اكيد، مش مكن يعني ولا حديد، لحم ودم، ده المكن بيرتاح والله، لحم ودم واعصابه، ويعني فبالتالي يعني كان يعني المساله ضغط عليهم شده، والكلام يعني الناس كلها جماهير الاهلي مدركه هذا الكلام يعني. بالتالي يعني لما نقول ان استهلال الموسم الجديد زي ما قلت مع الاستاذ كريم، ان استهلال الموسم الجديد بمعنويات جديده وهمم جديده، دي نقطه مهمه قوي،
يعني والبدايه يوم 16 في النيجر. بالظبط. هنشوف الاهلي الجديد بعناصره الجديده ان شاء الله باوراقه الجديده، تبقى صوره مشرفه بروح باسمك، بروح عاليه ومتجدده، يعني دي نقطه مهمه. صحيح. بالمناسبه حضرتك تقييمك ايه الموسيماني، وخصوصا ان في فترات انت عارف طبعا الجماهير ساعات بتبقى راضيه وساعات لا. يعني في وقت من الاوقات مع بدايات وجوده معانا معظم الكلام كان ماشي في سكه ان موسيماني اسم الله عليه اسم الله عليه شويه كده، ولما كان في نتائج غير مرضيه من وجهه نظر الجماهير ابتدت الناس يعني حتى تشكك في قدراته وامكانياته. هل التارجح ده في الاراء شيء منطقي او ظاهره صحيه؟ لا، ما احنا قلنا دلوقتي انه كان موسيماني كان في اولى سنه اولى اهلي بقى في سنه ثانيه اهلي. تمام. اكيد في خلال السنه دي وانتقال لموسم جديد اكتسب بعض استراتيجيات النادي الاهلي ايه هي، يعني ربما هو يعني لو جاي من جنوب افريقيا عارف النادي الاهلي كل حاجه، بس ما تعايشش معاه بقدر الكافي. هو يعني بظروف يعني ظروف ساعدته واداره النادي الاهلي ساعدته واللاعبين ساعدوه ان هو حقق بطولات في فتره قصيره جدا، ويخسر وخسر بطولات برضه. فيعني دي كلها دروس عليه هو لازم يستوعبها. انا طبعا بشوفه احيانا ان هو يعني احيانا بشوفه ان هو ذكي جدا، واحيانا بشوفه يعني الرؤيه غايبه عنه في الملعب. ده هل لانه مش لاقي ما يعني الاوراق اللي ناور بيها في ربما نتيجه الاجهاد والضغط. فطبعا يعني انا في الاول والاخر 11 لعيب هم اللي عندي اللي بنزلهم، والبدلاء بتاعهم الخمسه هم دول اوراقي. فيعني ربما الاوراق دي مش بحالتها، فالمردود بيبقى اقل من اللي احنا من توقعات الجماهير. فالجماهير بتقيم يعني، بس هي برضو جماهير واعيه لحد كبير وفاهمه ان الموسم اللي فات ده موسم استثنائي جدا مش طبيعي. يعني هل معقول يعني مش يعني النادي الاهلي او الدوري المصري مستمر والدوريات الاوروبيه انهت واستريحت واستأنفت ده موسم جديد؟ فطبعا ده يعني مع فرقه زي النادي الاهلي عليها جدول تقيل قوي، فلازم يكون المردود عليها صعب شويه. فيعني لازم نتلمس، انا اقدر اقول بقى نتلمس العذر شويه لموسيماني واللعيبه. فانما اقدر اقول بقى التقييم الحقيقي هيكون الموسم ده. هنشوف يعني ادينا في الانتظار ونشوف ونقيم وقتها ان شاء الله. يعني يكون موسم مقنع جدا وسخي ومليء بالبطولات، وموسيماني ياخد العلامه الكامله او ياخد السكه. لا ان شاء الله دول الاختيارين، يا العلامه الكامله يا السكه. مسيو سامي نورتنا والله. شوف احنا الاثنين في نفس سعدنا وتشرفنا بوجود حضرتك معانا، وان شاء الله نسعد باللقاء مرات ومرات. جزيل الشكر لوجود حضرتك معانا. هنطلع فاصل يا حضرات ونرجع بقى على فقره ان شاء الله، ما عنديش ذره شك ان اكيد حضراتكم ان شاء الله يعني ده من غير فاصل هنطلع على طول على الفقره. لا هنروح فاصل للفقره. أوكي. طبعا زي الفل. عموما انا متاكد ان هتسعدوا ان شاء الله باللي هتشوفوه. نهواد ولعت الدنيا، هنشوف لك دبل كيك مثلا. لا مش للدرجات دي، يعني مشينا الكوره كده مع بعض. عملت ايه؟ طب ما تقولي لنا كده. مشينا كده الكوره ده في اكاديميه النادي الاهلي للكره النسائيه. التقرير الجاي هيكون خاص بي يعني، او الفقره الجايه. وزي ما كنت بقول لحضراتكم مشهد حلو جدا، وحتى كابتن اميره يعني اللي هي مدير الاكاديميه، انا قلت لها انت هديكي لقب مدير الكوره على اساس ان شاء الله كمان لما يبقى فيه فريق اول، فان شاء الله تعجبهم يعني. ان شاء الله. نشكر حضرتك جزيل الشكر، وتابعوا بقى الفقره الجايه. نشوفكم بكره بقى ان شاء الله.